السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. رجعنا مع بعض في فيديو جديد، والنهاردة هنعمل مع بعض كباب الحلة. هنعمله بطريقة يا رب كده تكون سهلة عليكي وتنال إعجابك، وإن شاء الله النتيجة تكون مضمونة. يلا نعمله مع بعض. بس ما تنسيش لو أول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي في قناتي، قناة مطبخ نورة بنت العمدر، وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، ولك مني جزيل الشكر. هنحتاجها مع بعض. ده كيلو من اللحمة، مقطعه قطع صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. ده نص كيلو من البصل. هتعملي كيلو من اللحمة يبقى نص كيلو من البصل. معايا هنا فلفل اسود، معايا فلفل متقطع، فلفل اخضر متقطع كده زي ما انتوا شايفين. معايا بهارات، معايا طماطمية مقطعة مكعبات كده بالشكل ده. معايا هنا مستكة وحبهان وورق لورا وجوز الطيب، ومعايا الملح طبعا بتاعي. اول حاجة هنعملها في كباب الحلة بتاعتنا ايه؟ هجيب اللحمة بتاعتي، هنزل بيها على فطاسة يكون فيها معلقة سمنة، بس تكون سخنة قوي علشان تعمل لي صدمة، علشان لما اسوي اللحمة بعدين ما تاخدش سوا كتير، وكمان تفضل معايا طرية. مش عايزه انا اللحمه بتاعتي تستوي وبعدين تكون ايه تحسيها ناشفه كده او شاده معاكي، لا عايزينها تكون طريه. اجيب كده الطاسه احطها على النار زي ما قلنا عايزينها تسخن والسمنه فيها. هنزل بفصين المستكه كده، اول ما اشم ريحتهم كده هروح انزل باللحمه بتاعتي عشان ايه زي ما قلنا تاخد صدمه معانا. هقلبها كويس. انا دلوقتي عايزه ايه لونها كده كله يتغير معايا. هنزل عليها دلوقتي بالحبهان والجوز الطيب وورق اللورا. افضل اقلب فيها ادي اللحمه بتاعتي اهي خدت لون وخدت الصدمه معايا. دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب البصل هشوح البصل بتاعي كده. دوب اشوحه واخليه يدبل. هنزل بس كده بسنة ملح صغيرة على البصل. خلاص كده البصلة بتاعتي اهو اتشوحت بالشكل ده ودبلت معايا. هروح نازلة دلوقتي باللحم. هقلبهم مع بعض، هديهم دقيقة كده اقلب فيهم كده مع بعض. هنزل دلوقتي بالفلفل الاسود كده بتاعي، هقلبها خلاص كده. هروح نازله بالميه اللي هتسويها، بس مش هنزل بيها مره واحده، ويا ريت الميه تكون سخنه علشان اللحمه معانا تستوي بسرعه.
من كل وقت للتاني لما نلاقيها كده يعني المية اللي فيها خلصت هنزود لها مية لحد ما تستوي معانا، بس اهم حاجة ما نضيفش المية مرة واحدة. ادي كوباية مية كده صغيرة، هنغطيها وهنسيبها تستوي، وزي ما قلنا من وقت للتاني هنزود لها مية لحد لما تستوي. هاي اللحمة بتاعتنا استوت دلوقتي، هعمل ايه؟ هنزل بالبهارات اللي قلنا عليها، هقلبها هنزل بالطماطم. انا طبعا حطيت مية مرة واتنين تاني غير المية اللي شفتها قدامكم، علشان ايه؟ تكمل السوا بتاعها. هنزل بالفلفل دلوقتي، انا حطيت الفلفل والطماطم في الاخر كده بس علشان يحافظوا على شكلهم ما يدوبوش معايا كده واللحمة بتستوي، لا يفضلوا ايه يدونا الطعم ويفضل شكلهم كده حلو وجميل. اخر حاجة بقى هضيف الملح بتاعي، بنحط الملح اخر حاجة بس علشان ايه اللحمة بتاعتي تستوي بسرعة وما تتأخرش معايا. طبعا احنا كده عرفنا ان اللحمة استوت خلاص، يعني مش هتاخد معايا غير دقيقة بس يتشمع فيها الفلفل والطماطم وهنقدمها. وهو ده شكل اللحمة معانا بعد ما استوت، ان شاء الله الطريقة تعجبك. وكباب الحلة بتاعنا النهاردة يكون سهل كده وتقدري تعمليه في اي وقت. ما تنسيش لو الطريقة عجبتك تشتركي في قناتي، قناة مطبخ نورة بنت العمدة، وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، ولك مني جزيل الشكر.